مرحبا، أنا كارمن دويكات من منطقة نابلس. سمعت بمشروع تدريب القيادات الشابة تحت برنامج الثقافة والمجتمع المدني، فحبيت أشارك فيه على أساس أنمي قدراتي القيادية وأحصل على فرصة للتبادل الثقافي من خلال بيئات مختلفة من مجموعة ناس. أنا استفدت أنه نميت قدراتي القيادية واكتسبت مهارات اتصال وتواصل جديدة وغير معتادة، نميت قدرات التفكير الإيجابي والتفكير المنظومي وروح الأوبنتو، كمان أنه استفدت من تجارب الآخرين ونجاحاتهم. طبعاً أنا بشكر دار الندوة وكل الناس اللي شاركوا بالبرنامج والمدربين، فأنا بنصح أنه كل حد بتنتهز له الفرصة أنه يسجل ويشارك بهيك برنامج، ما يضيع هيك فرصة حلوة. آسف ما كنتش متوقع.